تحذيرات من طقس اليوم بسبب المنخفض الجوي القادم من أوروبا، والذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة. كما سيكون هناك أمطار على عدة مناطق وسط نصائح من خبراء الأرصاد لمرور هذه التقلبات الجوية بسلام. فما تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم الظواهر الجوية المؤثرة فيه، وأيضا أماكن تساقط الأمطار، نستعرض مع حضراتكم في تغطياتنا الجوية الآن. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس اليوم، حيث تستمر الأجواء المائلة للبرودة نهارا على جميع أنحاء البلاد، كما سيزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل من اليوم، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية، وتكون على فترات متقطعة. أشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم سيكون باردا في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة، بينما خلال ساعات النهار يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بيظل الطقس معتدل الحرارة نهارا على مناطق جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. أما عن أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فسوف نشهد منخفض جوي قادم من قارة أوروبا سيؤثر بشكل واضح على الطقس، كما حذرت الهيئة من وجود نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وأيضا شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بيصاحب ذلك نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. بالنسبة لحركة الملاحة البحرية، فحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية. طلبت الهيئة جموع المواطنين خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة باتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة للوقاية من الصقيع والأجواء الباردة. طلبت سكان المحافظات المعنية بسقوط أمطار باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة من عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والقيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة. ناشدت المواطنين بالمتابعة المستمرة للنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة. من جانبه قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة الانخفاضات في درجات الحرارة مستمرة، ولكن من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع درجتين، والقاهرة الكبرى ستسجل 22 درجة، وهذا يعتبر منخفض أيضا. أيضا أن البلاد سيكون بها اعتدال نسبي، وأن فترة الليل ستكون الانخفاضات في درجات الحرارة أعلى من فترة النهار. وكشف أن المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط ستشهد أمطارا خفيفة وغير مؤثرة، وأن الأمطار تصل إلى متوسطة ولكن لن تكون مؤثرة، كما سيكون هناك أيضا شبورة على بعض الطرق في الساعات الصباحية وفي الليل المتأخر. أما عن حالة البحرين، فقال أن حالة البحر مستقرة بعد أن وصلت إلى 5 و6 أمتار ببعض الأوقات، وأن أكثر ارتفاع للموج سيسجل مترين، والبحار مؤهلة لأعمال الصيد. نستعرض لحضراتكم نصائح للوقاية من الأمراض
في ظل هذه التقلبات الجوية الشتوية. تجنبوا التعرض المفاجئ لتغيرات درجات الحرارة، وتناولوا أطعمة غنية بالفيتامينات خاصة فيتامين سي لتعزيز المناعة ضد نزلات البرد. حافظوا على ترطيب الجسم بشرب الماء بانتظام حتى لو كان الجو باردا. تناولوا مشروبات دافئة لتوفير الدفء والطاقة للجسم. ننتقل لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم. القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة. السواحل الشمالية هتسجل للعظمى 20 والصغرى 14 درجة. أما شمال الصعيد هتسجل للعظمى 22 والصغرى 8 درجات. جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا الجوية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.